من كام يوم دخلت عليا نورا المكتب. من اول ما دخلت وانا حسيت ان في حاجه غلط. هي سلمت عليا، بدانا نتكلم عن اخبارها زي العادي، بس انا كنت حاسه من عينيها لا في حاجه غلط، لحد ما قالت لي انا محبطه جدا. نورا بتتابع معايا بقى لها حوالي سنه، اشتغلنا على خطه مناسبه ليها. الموضوع ما كانش سهل لان هي عندها عدد من المشاكل، روماتويد، هاشيموتو، وارتشاح امعاء. خلال شهور بدات تتحسن لحد ما سيطرنا على وضعها واختفت أعراض الروماتويد تقريبا، وقطعنا شوط كبير جدا في علاج ارتشاح الأمعاء، وابتدينا تاني نرجع النشويات المعقدة شوية شوية في نظامها. نورا كانت محبطة لأن هي رجعت تشتكي من بطنها، ورجعت تاني تعاني من الإمساك بعد ما كنا عالجناه. حتى مفاصلها بدأت تحس إن هي مش في أفضل حالتها، خصوصا لما بتصحى من النوم الصبح. قالت لي أنا محبطة لأن أنا ما عملتش أي حاجة غلط، ملتزمة جدا بالنظام، بس في الشهر الأخير حاسه ان انا بدات اتراجع بعد ما كنت حسيت ان انا تقريبا تعافيت تماما. عاده لما بيحصل تراجع ببدا اسال نفسي واسال الحاله عن الثغرات، ايه ممكن يكون السبب. سالتها عن التغييرات اللي هي عملتها في نظامها في الفتره الاخيره، وهنا عرفت السبب، انه الجلوتين اللعين. نورا اخذت جلوتين، حاجه ما كانتش تعرف ان هي احد مصادر الجلوتين. الجلوتين اللي هو كان اصلا سبب في ارتشاح الامعاء في حالتها، واضطراب المناعه، مع طبعا عوامل تانية كتير. وده خلاني انتبه لحاجه مهمه قوي. احنا بنتكلم كتير قوي قوي عن مخاطر الجلوتين، بس عمرنا ما اتكلمنا بشكل مفصل ودقيق عن مصادره. ايه الحاجات اللي ناس كتير بتاخدها على انها بدائل صحيه لمنتجات دقيق القمح، لكن هي ما تفرقش عنه اي حاجه زي ما حصل مع نور. فهو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه، أين يوجد الجلوتين؟ أفكركم بس سريعاً إن حجز الاستشارات بيتم عن طريق الموقع الإلكتروني، سواء استشارة أونلاين عن طريق الفيديو كول، أو إن أنتوا تشرفوني بالزيارة في مكتب دبي زي ما نورا عملت كده. وده ما يخليكوش تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقة وسبسكرايب للقناة لو أنتوا أول مرة تشوفوني. ويلا بينا نبتدي. أنا ندى حرفوش ودي قناة هولبي. تنويه بس قبل ما نبدأ، قصة نورا اللي أنا حكيتها دي هي قصة حقيقية ومتكررة، لكن أنا غيرت فيها بعض التفاصيل زي الاسم مثلا علشان الحفاظ على خصوصية الحالة. ندخل في الموضوع، ما هو الجلوتين؟ الجلوتين هو نوع من البروتينات اللي بتوجد في أنواع كتير من الحبوب، أشهرها حبوب القمح طبعا، واللي محتوى الحبوب منه من الجلوتين زاد جدا بسبب التعديل الوراثي للحبوب في السنين الأخيرة. وده نتج عنه أنه معظم البشر بقى عندهم حساسية أو عدم تحمل الجلوتين بدرجات متفاوتة، وده بيسبب مشاكل زي الإمساك، الانتفاخات المستمرة، التهابات الجهاز الهضمي، القرح. ولما بنستمر في تناول الأطعمة الغنية بالجلوتين ده بينتج عنه ارتشاح الأمعاء اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقة سابقة، الحلقة موجودة على القناة وممكن ترجعوا لها. ارتشاح الأمعاء هو عامل خطورة متورط في الإصابة بعدد كبير من الأمراض المناعية والأمراض الالتهابية، من أول الجيوب الأنفية للربو للروماتويد للهاشيموتو للقولون التقرحي وغيرهم كتير طبعا. ده غير بقى المصابين بسيلياك او اللي هو الداء البطني، جهازهم المناعي اصلا هو بيهاجم الجلوتين. الحمد لله مؤخرا ناس كتير بقت فاهمه، بقى في وعي اكتر عن علاقه الجلوتين بالالتهاب وامراض المناعه الذاتيه، وبيحاولوا جاهدين ان هم يقطعوا الجلوتين، فبيقطعوا منتجات دقيق القمح ويبتدوا يدوروا على البدائل باعتبار انها افضل طبعا. تعالوا بقى اقول لكم ايه بقيه الحاجات اللي بتحتوي على بروتين الجلوتين وانتوا بتبقوا فاكرينها بدايل صحية. اولا يا جماعة، منتجات القمح نفسها، يعني احنا لما بنقول منتجات القمح مش بنقصد بس المخبوزات او دقيق القمح، لا احنا بنقصد حاجات ناس كتير جدا بتستخدمها ومش عارفين او مش رابطين ان هي قمح ففيها جلوتين. اشهرها مثلا البرغل. ناس كتير بيكونوا فعلا عاملين نظام خالي من الجلوتين وتفاجئ ان هم بياكلوا برغل وهم مش عارفين ان البرغل ده قمح اصلا. البرغل يا جماعه عباره عن قمح مجفف مقشر مقطع، يعني بيجيبوا حبه القمح يجففوها ويقشروها ويكسروها لقطع صغيره بقت برغل. صحيح هو يعتبر مش مصنع زي دي الابيض، لكن هو قمح في النهايه، الكثير والكثير من الجلوتين. القمح الكامل اساسا اللي عندنا في مصر بنعمل منه مثلا البليله، الحبة الكاملة أكيد أفضل من دي الأبيض، لكن برضو اختيار مش مناسب للناس اللي بتحاول تتجنب الجلوتين. طيب إيه هي الحاجات اللي مش قمح بقى بس مليانة جلوتين؟ بيجي على رأس القائمة الشعير. الشعير أكتر نوع من أنواع الحبوب مشابه للقمح، وأكتر نوع بيحتوي على جلوتين بنسبة تقريبا مشابهة جدا لكميته في القمح. فلما نحب نستبدل القمح بمنتج خالي من الجلوتين أكيد ابعد عن الشعير. الشعير مش بديل للقمح
ومليان جلوتين. طيب بخصوص الشعير بقى، في سؤال مهم جدا بيجي لي كتير برضو، يا ندى احنا بناخد منقوع الشعير علشان مفيد للكلى، هل منقوع الشعير فيه جلوتين؟ الإجابة ومع الأسف أثناء النقع بروتينات الشعير أو الجلوتين الموجودة في الشعير بتتنقل للمية اللي منقوع فيها الشعير، فلو عندنا مشاكل في الكلى نستخدم نباتات طبية تانية أفضل، زي مثلا عشبة القتاد الصيني أو الأستراجالوس، أفضل مليون مرة من منقوع الشعير للكلى. أو حتى ممكن أستخدم جذور الهاند باق، دي تبقى موجودة عند العطارين عادي، عشان اللي مش عارفين القتاد الصيني نجيبه منين. رقم اتنين البر. حبايب قلبي في المملكة هيزعلوا مني دلوقتي، أنا عارفة والله أنا ما أقدرش على زعلكم، بس غصب عني مش قادرة ما أقولكوش إن البر هو أصلا نوع من أنواع القمح، فخبز البر مش بديل للخبز العادي. مش هقدر أعدلكم كم المرات اللي أنا سمعت فيها أنا مبطلة دي القمح بس باخد خبز البر. أنت كده مش مبطلة القمح ومش موقفة الجلوتين، أنت كده تقريبا مغيرتيش أي حاجة. حبوب البر مشابهة جدا جدا لحبوب القمح من حيث كميات الجلوتين الموجودة فيها، حبوب البر بتختلف بس من حيث القوام، هي أكثر صلابة، فيها ألياف أكتر، لكن مفيش فروقات جوهرية بينهم، هما الاتنين في الآخر قمح. في نوعين تانيين من الحبوب مش مشهورين قوي في منطقتنا لكن هما موجودين، اسمهم الجودار والتريتيكال. الجودار نوع حبوب منفصل لكن بيحتوي على الجلوتين طبعا، والتريتيكال ده هو حبوب هجينة من القمح والجودار مع بعض، فبالتأكيد هيكون فيها جلوتين. هم مش منتشرين قوي بس اعرفوا اسمائهم علشان لما تقروا مثلا مكونات اي منتجات تشتروها ولقيتوا اسم من الاتنين دول تعرفوا ان المنتج ده بيحتوي على الجلوتين. طيب نقطة تانية مهمة جدا جدا، في بروتينات تانية مشابهة للجلوتين من حيث بنيتها وتفاعلاتها وتأثيرها على الجسم، هي بتكون مشابهة جدا لتأثيرات الجلوتين. أهم واحد منهم هو بروتين الأفينين. طيب ليش معنى الأفينين هو أهم واحد؟ علشان هو أكتر بروتين متوفر بكميات كبيرة في حاجة من أشهر بدائل الخبز. كل الناس خصوصا الرياضيين أو الناس بتحاول تخس بيحاولوا يمشوا على أنظمة صحية بياخدوها، بيتكتب عليه بقلب جامد إن هو جلوتين فري لأن هو فعلا خالي من الجلوتين، الناس بتاخده وتتعب، ومرضى السيلياك ممكن يكتبوا تجاربهم معاه، يكتبوا لنا في الكومنتس، ولما اتكلمت عنه قبل كده يعني اتشتمت لما اكتفيت. الأفينين موجود في الشوفان، الحلقة اللي اتكلمت فيها عن ليه الشوفان مش بديل صحي ومش أكلة صحية أصلاً، حلقة موجودة على القناة لو حابين ترجعوا لها. طبعاً مش هنتكلم تاني عن الشوفان نفسه، لكن أنا عموماً لا أنصح بالشوفان، ونادراً ما بنصح بيه في برامجي، خصوصاً الشوفان سريع التحضير والحبة الكاملة والحاجات دي كلها. نوع الشوفان الوحيد اللي أنا ممكن أرشحه نادراً هو الشوفان المقطع الستيل كات أوتس، تكلمت عنه برضو في الحلقة، وده نوع من الشوفان ده غير معالج تماماً، وبرشحه دايما بكميات محدودة فقط للناس اللي هم ما عندهمش اي مشاكل هضمية وعايزين يزيدوا في الوزن، وكمان ما بيكونش كل يوم. الافينين ابن عم الجلوتين، لو عايز تقطع الجلوتين لازم تبعد عن الافينين ومصادره. الشوفان لا يصلح ان هو يكون جزء من اي نظام غذائي خالي من الجلوتين. البروتين التاني هو بروتين الزين. بروتين الزين بيوجد في الذرة وبيطلق عليه مجازا جلوتين الذرة. الحقيقة ان بروتين الزين مش مشابه فعليا للجلوتين، هو مختلف عنه، لكن هو ممكن برضو يثير التهاب الجهاز الهضمي، علشان كده لا ينصح بحبوب الذرة برضو. وغير بروتين الزين حبوب الذرة عندها مشاكل تانية زي التعديل الوراثي الفظيع جدا اللي اتعمل عليها، لكن دي قصة تانية مختلفة شوية عن موضوعنا النهاردة، مش ده اللي احنا هنتكلم فيه. اخر سؤال بقى مهم ان احنا نجاوب عليه النهاردة، بما ان احنا اتكلمنا عن القمح والشعير والجلوتين وتسألته كتير قوي برضه، هي عشبة القمح والشعير فيها جلوتين؟ للي مش عارف ايه عشبة القمح والشعير، في مكملات غذائية بتحتوي على عشبة القمح والشعير واحيانا معاهم البرسيم، ده نوع من انواع المكملات الغذائية القوية جدا لعلاج التهابات وقرح المعدة واعادة بناء جدار الامعاء. فبما انها جاية من القمح والشعير فالسؤال يبدو منطقي فعلا، عشبة القمح والشعير هي عبارة عن الجزء الاخضر من نبات القمح والشعير قبل النضج، قبل ما تبدأ تتكون الحبة نفسها، والحبة هي الجزء اللي بيحتوي على بروتين الجلوتين، فالعشبة لا تحتوي على الجلوتين. وبعدين بالمنطق يعني كده حاجة بتستخدم لعلاج التهابات الجهاز الهضمي، هل يعقل انها ممكن تكون بتحتوي على اكتر بروتين بيتسبب في التهاب الجهاز الهضمي؟ اكيد لا. لكن بقى لو لسه بتفكر ومتردد وما خدتش قرار ان انت تقطع الجلوتين اصلا، فاسمح لي ارشح لك حلقة علاج ارتشاح الامعاء علشان تعرف العلاقة القوية جدا والمباشرة
بين البروتين وبين الإصابة بارتشاح الأمعاء وأمراض المناعة الذاتية والأمراض الالتهابية. الحلقة هتظهر دلوقتي. ولو حاسس إنك استفدت من حلقة النهاردة وإن المعلومات اللي فيها مهمة وتستحق إن هي توصل لناس أكتر، من فضلك متنساش تعمل لايك وشير الحلقة، سبسكرايب للقناة لو دي أول مرة تشوفني، وتكتب الموضوعات اللي حابب ان احنا نتكلم فيها في الحلقات اللي جاية في كومنت، وتبص على لينك حجز الاستشارات في صندوق الوصف. اشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.